بينما تترقب الأوساط السياسية في ليبيا مصير الحكومة الجديدة الموحدة، تتفاقم الخلافات بين رئيسي المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا ومجلس النواب عقيل صالح بسبب إقرار الأخير مشروع الموازنة العامة للعام 2024، في الوقت الذي كانت فيه بعض أطراف الأزمة الليبية تعمل خلال الأشهر الماضية على التوصل لتشكيل حكومة جديدة موحدة تسعى لتحقيق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة وإزاحة حكومة عبد الحميد الدبيب عن السلطة، إلا أنه يبدو أن الخلاف الجديد بين المجلسين يعمق الأزمة أكثر ويضع العصي في العجلات ويعرقل أي مساع على طريق دفع العملية السياسية في البلاد. في خضم مسلسل الخلافات الليبية الداخلية، علق المجلس الأعلى للدولة مشاركات كان من المقرر إجراؤها مع مجلس النواب في العاصمة المصرية القاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري، وذلك نتيجة خلاف جديد بين رئيسي المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا ورئيس مجلس النواب عقيل صالح. المجلس الأعلى للدولة أوضح موقفه تجاه تعليق المشاورات بأنه نتيجة إقرار مجلس النواب منفرداً مشروع الميزانية العامة الجديدة للدولة بدواعي وجود شبهة مخالفات وإهدار للمال العام تشوب إقرار قانون الميزانية من قبل البرلمان من شأنها أن تؤدي إلى ترسيخ الانقسام بالبلاد. تكالا قرر تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب إلى حين معالجة القضايا العالقة وفي مقدمتها قانون الميزانية وإزالة ما ترتب على تحركات مجلس النواب منفردا. من جهتها دافعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن مقترح الموازنة في بيان قبل التصويت على مقترحها بأنه موازنة موحدة لكل البلاد وأنها اجتهدت فيها لمراعاة كل الملاحظات المطلوبة من جميع الأطراف دون أن توضح ما هي الملاحظات أو الأطراف المطالبة بها. وعلى صعيد متصل، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري إن لقاءاتها مع مسؤولين مصريين معنيين بالملف الليبي عكست توافقاً في الآراء حول ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها. وأكدت خوري في منشور عبر منصة إكس أنها أجرت السبت في القاهرة محادثات وصفتها بالبناءة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومسؤولين مصريين آخرين معنيين بالملف الليبي، مشيرة أن لقاءاتها ناقشت سبل إعادة تنشيط العملية السياسية في ليبيا ووضع البلاد على طريق الانتخابات العامة. وفي هذا الصدد ينضم إلينا من نالوتا دكتور إلياس الباروني، أستاذ العلاقات الدولية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوتا. وأيضا من بنغازي ينضم إلينا المحلل السياسي خالد الترجمان. أهلا بكما ضيفاي على شاشة اليوم. أبدأ معك دكتور إلياس، ضيفي من نالوت. إذا بينما الليبيون ينتظرون مصير الحكومة الجديدة الموحدة، هناك خلافات تظهر على السطح، هي بين مجلسي رئيس المجلس الأعلى محمد تكالا وأيضا مجلس النواب عقيلة صالح. برأيك هذه الخلافات كيف تقرأ دكتور إلياس في هذا التوقيت؟ تفضل. بداية نحييك وحيي أيضا ضيفك الكريم الأستاذ خالد ترجمان ومشاهدي قضايا إفريقية. تعلمون جيدا أن هناك العديد من الملفات والمسارات التي ينبغي دراستها، ألا وهي إنهاء المراحل الانتقالية إلى مرحلة دائمة في ظل دستور أو قاعدة دستورية وكذلك قوانين عادلة ونزيهة تنقلنا من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة. هذه في الحقيقة طالت المدة منذ الآن سنوات لم يتوصل البرلماني والأعلى والأطراف المتدخلة سواء كان على المستوى الإقليمي والدولي إلى تواصل إلى اتفاق ورؤية مشتركة لحل الأزمة الليبية. هنا كان المبادرة من قبل البرلماني بالسعي حثيثا حول تشكيل حكومة أخرى بأنها زعمت بأن حكومة الوحدة الوطنية لا تستطيع تنفيذ هذا الاستحقاق وينبغي أن تكون هناك حكومة أخرى تشرف على العملية الانتخابية. بالمقابل هناك رد بالرفض من قبل جهة أخرى أي الأعلى وكذلك حكومة الوحدة الوطنية لا تريد تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة وفق دستورها. هذا بطبيعة الحال ما أطال
أمد الأزمة، وكذلك أيضا الحوارات هنا وهناك، وآخرها الاتفاق حول لقاء القاهرة لرسم رؤية مشتركة. ولكن بالمقابل هناك طرف آخر سواء كان البرلمان الذي يريد تشكيل حكومة أخرى، وبالتالي هنا هذا المبدأ وهذه الفكرة لا تروق إلى الكثير في الحقيقة، بأن استمرار هذه الحالة وتكرارها تكرار المشهد بطبيعة الحال، صحيح. وبالتالي وصلنا إلى طريق مسدود. وأخيرا فيما يتعلق بوضع الموازنة التي أقفلت الباب تجاه القاهرة لوضع بعض النقاط على الحروف. نعم، أنتقل إليك سيد خالد. إذن الخلاف هذا طبعا بين تكالة وعقيلة صالح يعني جعل من رئيس المجلس الأعلى محمد تكالة أن يعلق مشاورات أو مباحثات كان من المقرر إجراؤها الأسبوع الجاري قبل نهاية الأسبوع الجاري في العاصمة القاهرة. إذن يعني هذه الخلافات ألا تعمق الأزمة الليبية أكثر؟ ألا تعمق يعني الأزمة وأيضا تعمق من الانقسام السياسي الحاصل أساسا في ليبيا؟ تفضل. أهلا بك سيدتي، وكذلك بالأستاذ الياس الباروني ضيفك من النالوت عاصمة الجبل كما نقول. على كل حال، ما يمكن أن يقال في هذا الأمر هو حديث مردود ومعاد ومكرر العديد من المرات. أعتقد أننا أصبحنا على يقين بأنه لن يكون هناك أي تفاهمات ما بين المجلس الاستشاري ومجلس النواب. المجلس الاستشاري الذي أنشئ على عجل من أجل إيجاد مقاعد للمؤتمر الوطني العام الذي كنت مستشاره للأمن القومي آنذاك، فمحاولة لإبقائه في المشهد اخترع المجلس الاستشاري. المجلس الاستشاري سار في الطريق حتى أصبح شريك، يريد أن يصبح شريك في التشريعات، شريك في كل شيء، إضافة لما نعانيه من حكومة دبيبة التي صرفت يعني المليارات في لا شيء. فأنا أعتقد أن الخلاف على الميزانية والخلاف على ذلك هو ما وضع الأسي في الدواليب. أنا أعتقد أن المناطق التي حررت، المناطق التي تحت سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية من مساعد إلى سرت إلى أقاصي الجنوب الغربي وكذلك الجنوب الشرقي، هذه المناطق الآن تذهب إلى إعادة البناء، إعادة الإعمار. أناسها لم يعدوا يكترثوا كثيرا بما يحدث لدى البعثة الأممية أو مجلس النواب أو مجلس الاستشاري أو حكومة دبيبة، همهم كله في ما قدمته هذه المشاريع، مشاريع إعادة إعمار وإعادة بناء الوطن. الآن الإعمار على كل المستويات، سواء كان على المستوى البنيوي، على مستوى البنية التحتية، وعلى مستوى إعادة هيكلة مدن أصيبت جراء الفيضانات الماضية، إضافة لمسألة أخرى وهو إعادة، ليس الإعمار المادي فقط ولكن الإعمار الثقافي، الإعمار هناك توجه جديد من أجل ألا يتكرر ما حدث قبل ثورة فبراير أو ما حدث بعد ثورة فبراير من استيلاء المتطرفين وما إليه وما ذلك، وكل ذلك موجود لدينا في كل هذه المناطق المحررة. ننطلق الآن، أنا لست في بنغازي، أنا أتحدث إليك من درنة، طبرق، درنة البيضاء، إجدابية، سبها، حتى سمنو إلى الكفرة إلى غيره، كلها مناطق مصادفة لإعادة البناء والتنمية. وبالتالي الحديث على ما يخص اجتماعات أولئك سواء كان مجلس نوابنا أو مجلس الاستشاري في القاهرة أو في تونس أو في جنيف أو في غيرها لن يزيد الأمر شيء، حتى أنه لن يزيد الطين بلة كما يقال، لن يزيد الأمور تعقيدا، لأن هناك توجه واضح للمناطق المحررة في الذهاب لإنهاء الإشكالات المادية التي نعيشها، الإشكالات الثقافية، الإشكالات الدينية، كل ما نتج عن فترة 42 سنة من حكم القذافي، وكذلك الفترة العصيبة التي عانيناها
من تغول الميليشيات والعصابات المسلحة وداعش وغيرها، الآن نحن في نهضة أخرى مختلفة، وبالتالي أتمنى أن يتم التركيز على ذلك. أنا أدعو الأستاذ الفاضل الياس، وبحكم علاقتي بكل أمازيغ الجبل، أن يأتي على الرحب والسعة لزيارتنا هنا في شرق البلاد وفي جنوب البلاد، كي يرى ما الذي يحدث. الذي يحدث بالعكس هو إعادة توطين الدولة، كما حدث إبان انتصار الجيش السنوسي آنذاك متحالفا مع الجيش الثامن البريطاني في تحرير ليبيا من الاستعمار الإيطالي. الآن لدينا في هذه المناطق رؤية، ولدينا تفكير آخر للذهاب للبناء في المناطق التي تحت السيطرة. نعم سيد خالد، وبالتالي سيدتي سمحتي لي بس في هذه النقطة، الأهداف بالنسبة لنا هو قديم جديد، لن يضيف شيء للمشهد أو للحل السياسي. الحل لدينا واضح، كلما استطعنا أن نحيد البندقية ونحيد السلاح والعصابات المسلحة، كلما ذهبنا في طريق البناء وإعادة الترميم وإعادة الترسيم للدولة الليبية. تفضلي سيدتي الكريمة. نعم، دعني أنتقل إلى الدكتور إلياس. دكتور إلياس، تعقيب من حضرتك على كلام السيد خالد، وأيضا يعني لماذا دائما كلما يكون هناك بارقة أمل لحلحلة الملفات العالقة في ليبيا، يعني دائما تظهر هذه الخلافات على السطح؟ يعني مؤخرا شاهدنا نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري كانت لديها تحركات في ليبيا، والتقت بالأطراف في الشرق وفي الغرب الليبي أيضا، وكان يعني بهدف طبعا دفع العملية السياسية في ليبيا، لكن دائما تظهر هذه الخلافات عندما يكون هناك يعني بارقة أمل لحل هذه الملفات العالقة. تفضل دكتور إلياس. نعم، في الحقيقة يعني أنا سعيد جدا أن يعم البلد الليبي الأمن والاستقرار، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالأعمار، سواء كان الأعمار النفسي الثقافي كما أشار الأستاذ خالد ترجمان، ناهيك عن الأعمار البنيوي. ليبيا تعاني في الحقيقة، ليبيا أرض بكر، حوالي الآن 52 عاما من الافتقار إلى البنية التحتية، كذلك أيضا من البنية حتى الفكرية والثقافية، وأيضا الحوار والرأي والرأي الآخر. هذا بطبيعة الحال التحول في الحقيقة ينبغي أن نشجعه، سواء كان في كامبل، سواء كان شرقا جنوبا كذلك غربا، وهذا بطبيعة الحال نصفق إليه ونشجعه أن تتحول ليبيا من بؤر للإرهابي والفساد والحرب وعدم الثقة إلى التآخي ومد اليد والتصافح نحو بناء الدولة الليبية على كافة الأصعدة، على سبيل المثال البناء البنيوي التحتي المرافق، إلى البناء العقلية الليبية التي تحتاج إلى استقرار نفسي، أيضا تحتاج إلى قيادة رشيدة، إلى نوعية الخطاب. الحقيقة الخطاب الآن عشنا ثلاثة عقود من الزمن من الاحتقار من الصوت الواحد، كذلك أيضا خطاب الكراهية. نحن الآن محتاجين إلى نفسية المواطن الليبي التي تمد يديها، وفي الحقيقة كارثة دارنا أعطت الروح من جديد إلى المواطن الليبي الذي عاشه في فترة الخمسينات والستينات في عهد الملك الراحل إدريس السنوسي. نحن الآن محتاجين لهذه الروح، روح الإخاء والتعاون والمحبة. ولكن في الحقيقة نتيجة الآن الانسداد السياسي الحاصل والتدخل الإقليمي والدولي الذي أصبحت تدار الملف الليبي ودار من هذه الدول في الحقيقة، وهذه الدول لا تريد الاستقرار، لا تريد أيضا للانتقال من المرحلة الانتقالية. دكتور إلياس هل تسمعوني؟ ننتقل إلى السيد. دكتور إلياس هل أنت معي؟ نعم أسمعك. يبدو أننا نواجه مشكلة في الاتصال. نعم أسمعك. نعم سننتقل دكتور إلياس، اسمح أعذرني على المقاطعة، سنختم هذا المحور مع سيد خالد. سيد خالد، تعقيب أخير من حضرتك تفضل باختصار لو سمحت. تعقيب أخير، يعني أنا أعتقد أن كما ذكر صديق الياس بأن الملف الليبي ليس في أيدي أغلب الليبيين، هذا حقيقي، على الرغم من أن المناطق التي حررت من الإرهاب وحررت من الميليشيات تمضي قدما في إعادة البناء، البناء الثقافي، البناء المعنوي، البناء الديني، إعادة الخطاب الديني، كذلك البناء المادي على كل الأصعدة.
مدن تغيرت 42 سنة من حكم القذافي لم توضع طوبة على طوبة. الآن كل مدننا في شرق وجنوب ووسط البلاد تشهد نهضة عمرانية ونهضة ثقافية غير مسبوقة، وبالتالي نمد أيدينا لكل الإخوة لنا خاصة في جبل نافوسة في غرب البلاد ليقتدوا بنا، ليأتوا إلينا لنبدأ بالفعل في بناء الدولة. فليسكت الصوت الذي نسمعه على اليوم في زوارة، في الزاوية، في ضواحي طرابلس، الاقتتال من أجل المال الذي يعترض عليه السيد تكالة ويرى أنه هذا أمر مشفوه. طيلة السنوات الماضية أين ذهبت المليارات؟ أين ذهبت المليارات؟ مبالغ طفيفة وبسيطة غيرت وجه شرق وجنوب وغرب ووسط البلاد. لماذا لم تغير المليارات التي أنفقها الدبيبة وأنفقها المجلس الاستشاري في غرب البلاد؟ لم تغير حتى من نفوس الناس الذين يمتشخون السلاح، لأن من يمتشخ السلاح يصدر القرار السياسي وكذلك القرار الاقتصادي، ومن هنا هذه الأموال تذهب لخزائن هؤلاء. عندما يتحدث مبعوث الأمم ويقول يوميا يولد في ليبيا مليونير، كيف تأتى ذلك؟ يوميا تهرب الملايين إلى الخارج. عندما وزنت الأموال في شرق وجنوب ووسط البلاد رأينا هذا الإعمار. أتمنى كذلك من قناتكم الموقر أن تبعث مراسلين أو لديكم أنتم على كل حال. لدينا مراسلين وهناك رصد لجميع الأنباء من هناك وجميع التطورات الليبية. سيد خالد أعذرني على المقاطعة، لكن الوقت المخصص للمحور انتهى. ستكون لدينا نقاشات في حلقات قادمة إن شاء الله. من بنغازي المحلل السياسي خالد الترجمان أشكرك جزيل الشكر، وأيضا من نالوت الدكتور إلياس الباروني أستاذ العلاقات الدولية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، أيضا الشكر الجزيل لك، والشكر موصول لكم مشاهدين أينما كنتم. إلى اللقاء.